ان مستوى التعليمي كان متواضع، بس مقابله واحده ليه مع سوزان مبارك فتحت في وشه كل الابواب المقفله، وبقت بتقول عليه انه ابنها الثالث بعد علاء وجمال وزير الاعلام الاسبق انس الفقي. بدايته كانت ازاي وايه اللي عمله علشان يوصل للمكانه دي في نظام مبارك؟ ده اللي هتعرفوه معانا دلوقتي في خمسه بالعربي. الكاتب الصحفي عادل حموده اتكلم في واحده من حلقات برنامجه كل رجال الرئيس عن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق ورحلة صعوده ووصوله كأحد أعمدة ملف توريث الحكم لجمال مبارك. وحكى حمودة عن أنس الفقي إنه ابن لموجه لغة عربية بدأ طفولته في حارة عقل بشارع البحر الأعظم أمام كازينو الحمام بالجيزة، وإنه كان أقل واحد في إخواته الستة في التعليم، وجاب مجموع ضعيف في الثانوية ودخل كلية التجارة جامعة الخرطوم، وحول منها بعد سنة على تجارة القاهرة اللي اتخرج منها بتقدير مقبول. بس رغم ان كانت دراسته متواضعة الا ان طموحه كان كبير جدا. اول ما اتخرج بدأ يتدرب مع فرقة رضا للفنون الشعبية، وبعدها سابها واشتغل شوية في الاعمال الادارية لحد ما دخل مجال كتب الاطفال، واللي كان الجسر اللي عبر منه لسوزان مبارك وللسلطة بوجه عام. الروايتين اللي اتكلم عنهم عادل حمودة عن سبب اقتراب أنس الفقي من السلطة، الأولى هي اقتراح الفقي إطلاق اسم سوزان مبارك على موسوعة الأطفال اللي قررت الدولة إنها تعملها، أما الثاني فإنه رجع الشيك أبو مليون جنيه تمن طباعة الكتب اللي بعتته له سوزان، ومن هنا أعجبت بيه وبطريقته وبقت بتعتبره زي ولادها علاء وجمال. قصة تعيينه وزير كانت مفاجأة للوسط السياسي، وحكى حمودة إنه كان راجع من أحد المعارض الخارجية مع وزير الثقافة فاروق حسني اللي كان بيقترح إنه يعين أنس الفقي مدير للهيئة المصرية العامة للكتاب، وبمجرد ما رجعوا مصر اكتشفوا إنه تم تعيينه وزيراً للشباب، وبعدها بشهور اتصعد من وزارة الشباب لوزارة الإعلام بعد الوعكة الصحية اللي تعرض لها ممدوح البلتاجي، وبقى منصبه الجديد بيسمح له إن يكون في بينه وبين الرئيس خط مباشر. ونقل حمودة رواية الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل عن زيارته لمكتب وزير الإعلام أنس الفقي اللي كشف فيها عن خزنة حمراء في حمام المكتب واللي كان مخصصها لبند المصروفات السرية. حمودة قال كمان إن واحد من العاملين في الرئاسة كشف عن مصروفات أنس الفقي السرية واللي كانت بتتلخص في هدايا وساعات غالية لجمال مبارك وهدايا تانية لسوزان، وده علشان يقوي علاقته بالأسرة الحاكمة. وحكى عادل حمودة كواليس اللي دار مع أنس الفقي من لحظة ما بدأت أحداث يناير لحد ما اتقبض عليه بتهمة الفساد، وقال إنه اتصل بأنس الفقي في أول يوم من المظاهرات وقال له إيه الموقف، فرد عليه الفقي هنصفي الميدان واللي هيفتح بقه هنكمل عليه، وقال إن طول فترة أحداث يناير كان موجود في القصر الجمهوري لحد اليوم اللي قبل التنحي اللي حصل فيه خناقة بين علاء وجمال، وإنه اتدخل علشان يحجز بينهم، وبعدها خرج ركب عربيته ورجع على بيته وقدم استقالته من منصبه. وبعدها قرر أنس الفقي إنه يطلع على لندن لزوجته وابنه اللي بيدرس هناك، وبعد ما وصل قاعة كبار الزوار في المطار اتفاجئ إن طلع قرار بمنعه من السفر، وبعد أيام قليلة تم استدعائه في عدة قضايا منها استغلال النفوذ والكسب الغير مشروع.